لما النسر يتكلم على الصقر العصافير تسكت. اسو سو سو عصافير دي حدايه يا راجل. اوعى تغلط اوعى تغلط اوعى تغلط. الهاني بعتت لي. بعتي له؟ انا بعتي لك؟ انت مش عارف انه بيغير عليا من الهوا الطاير من النسمه؟ الهاني مش المعلمه. قصدك امتثال. امتثال هاني. عايزاك ليه؟ والله ما اعرفش. النسر بيفكر وبيتساءل والصقر ابتدى يخاف. وانا عرفانه منك. استنى يا زعزع عايزاك. انا كنت همشي استنى والله. لونك مخطوف كده يا سي كمال. لونك مخطوف ومش عاجبني. ايه؟ انا عامله لك فته بالخل والثوم ومدفسك كوارع جواها. لونك مش عاجبني. انا ما كنتش خارج. سي كمال بس دلوقتي خارج. لا ما تخبزليش قدامهم لحسن. انا ما قصديش. النسر زهقان منكم. النسر داخل عشة ومش طالع تاني. صدقوني ما بقولهاش اي كلام. مش طالع الا في الوقت المناسب. طفشتيه يا اختي؟ نسر طفشتيه يا نسر. مش عندك دم. طفشتيه يا عصا عصا؟ بس يا بنت يا نسر طفشتيه. بس يا بنت يا نسر زي الدبه. ايه ده؟ عامله زي الدبه. بتقولي كان عامله زي يا مشاعر اكرم. يا مشاعر اكرم. انا يا قرعه. انا قرعة. يا قرعة يا المحطة بتاعها حاطة ريش. بتقولك حاطة ريش. مش عاجبك الريش وانت اللي حاطاه ده ايه؟ خلاصي ريشة؟ مناخيرك هحطها لك في الأرض. طب هتشوف يا نهار. في الأرض. لا لا كده ما يصحش. ميت في دباديبي. هيطلعك وهتشوف. بيحبني. القديمة الرحلة. بقول لكم ايه؟ القديمة ايه؟ بس يا ست التوهية. ما انت شايف يا زعزعة؟ والصقر وكيل النسر ابتدى يقرف. بدل ما تشتموا بعض وانا في وسطيكوا تعالوا قدام بعض واجهوا بعض تبقوا فيس تو فيس. رايح فين؟ انا عايزاك. تعالي هنا. لسه ما كملت الشتيمه. تعالي انت. تعالي ما اشتمت شويه. تعالي انت. تعالي حركاتك دي فهمتها خلاص. هفطسك. حركتين اللي بتعمليهم هفطسك. يا ماما الله. ايه ده؟ الله. حبيبي. ثاني كلمني سلطان مالك؟ انت عايزه تجيبي راسي في راسي؟ عايزه تجيبي القديمه الكندوز للبتلو؟ انا اللباني يا بنت. انا الجديده. انا البتلو اللباني يا كندوز يا قديمه. انا كندوز. اهري اوضه وانا مبسوطه. انا سوسن. انما طبعا سوسن. طبعا ايه سوسن دي؟ اضربيها. ايه سوسن دي؟ اضربي على طول. اهري اوضه وانا مبسوطه. اهري يا نهري وانا على مهلي. اكتب عيد. اهري اوضه وانا مبسوطه. اقول لك ايه؟ اهري يا نهري. مفيش احترام للصقر ولا ايه؟ انا كنت عايز اخرج بس هقعد شويه. بص بس يا زعزع. نعم. بقول ايه؟ ايه ده؟ الناس اللي مالوش دخل دلوقتي. ده فش من ده. لا شاف يتخض يا معايز. شاف الرجلين والفيشه والحاجات بتجري. يلا يا اللي شبه المنبار. شبه المنبار. والمنبار عارفه ان هو شبه رحمه الراس. بس يا ابو التعفيف انت بقى. وبعدين خلاص خلاص كمان شويه استني عليا. انا رايحه مشوار صغير وشوفي هرجع لك ازاي. جيالك انا. يلا بره. ايه ايه على العقاله. اهي الحركات دي. شفتي زعزعه؟ يا عين عليك يا انتساء. استاذ زعزعه وكيل النسر بيجاوب. وكيل النسر في ايه؟ ايه ده؟ النسر بيتنطط كتير. حرام عليك حرام عليك. خضتني. اسكتي استاذ. اسكتي يا اسكتي. الصقر بقى فرخه. في ايه؟ شفتوا اتجنن ازاي؟ في ايه؟ عاوزه ايه؟ بعتالي ليه؟ كلماني في التليفون ليه؟ اقول لك يا استاذ. نعم يا وكيل النسر. نعم انا عايزك تعلمني. اعلمك ايه؟ يعني احط تحتيك خطين؟ في ايه؟ لا عايزك تعلمني ابقى زيها شلق ويعني اعمل حاجات تبقي بلدي؟ لا يعني بقى تبقي بلدي؟ بشلق. طب انا اعلمك بلدي ازاي؟ اذا كان انا كل تعليمي فرنجي ازاي؟ انا خريج المردبو. المردجيو. المردبو. لا يا استاذ انت برضه تفهم في البوليتيكا. انت مش ما تخلي البت اللي اسمها عديله دي تعلمك. لا عديله تربيه الصفر. لا ارجوك دي عميله مزدوجه. اوعى انت بتضحك علينا احنا الاثنين استاذ زعزع. انت بتتكلمي جد؟ انا واقعه في عرضك. انا خلاص تعبت مش عارفه اعمل حاجه.
طب يعني... افرضي افرضي النسر خد باله. لا ما يهمكش، سيب النسر عليا، انا عايزاك بس تخليني فتوه يعني. طب بس خلي بالك الشغل ده هيبقى غير شغل المكتب، ده محتاج اوفر تايم. عندي والعندي يا استاذ زعزعه، ما تهملش هم عينيا. اذا كان كده نبتدي من دلوقتي، ليك عليا خلي الشرشحه تقول لك مرحب يا شرشوحه. صحيح صحيح. امال ربنا يخليك ليا يا استاذ زعزعه، ربنا يخليك. وعايزه اعمل الحركات كل اللي انت عاوزاه. من الان هنبتدي اول حصه. بنت يا ابتسام قدامي يا بنت علمك. ابتسام هاني امشي يا بنت. بنت هاخدك على وشك. امشي يا بنت امشي، تسمعي الكلام فاهمه؟ خش